اثناء مغادره الجمهور اتحاد جده السعودي بعد ما تاكد خلاص ان الاهلي كسب المباراه والنادي الاهلي وجمهوره بيشجعوا باناشيدهم وبهتافاتهم المعروفه. عايز اقول لك ان جمهور اتحاد جده كان بيغني الاناشيد دي مع جمهور النادي الاهلي والحاجات اللي قعدوا يقولوها مع بعض والكبسه والطعميه، كان كله هزار على فكره عشان ناس كتير واخده الموضوع ده يعني على قلبهم قوي فاكرين ان يعني دي يعني حاجه مش كويسه. بالعكس ده كان هزار وضحك، ودي حاجه انا شاهد عليها شاهد عيني يعني عليها شفتها بعيني، كان روح كبيره جدا جدا. عايز اقول لك حتى يعني ما كانش في وقت كان ممكن ابعت حتى لفريق الاعداد صوره ليا مع احد جماهير النادي الاهلي واحد جماهير نادي اتحاد جده السعودي وقعدوا كانوا بيتصوروا معايا، يعني اقصد الاجواء هناك او الاجواء هنا اجواء هايله جدا.